نتمنى هيك نشوفهم كمان بكرة نحضر لكم محاضرات ونشوفهم بمؤتمرات عالمية. حقيقة الموضوع تقدير مطلوب بكل مفاصل الجراحات وحتى خارج غرف العمليات. المحاضرة هون ما بدي أعطي شيء اختصاصي، لكن نضوي على نقاط شو المفروض يكون شو ممارساتنا الغلط. دائما نحن لما بدنا نخدر طفل بده يكون بأي مكان، سواء لرد جسر أو لأنه نعمل له سيتي سكان أو تنظير هضمي أو إنه نعمل له MRI، هذا كله يعتبر من التحديات اللي يعتبر الأوتبيشن. هذا يعتبر من التحديات لطبيب التخدير إنه عم يشتغل هالعمل خارج غرف العمليات، بتكون مجهزة، بيكون على كامل والتيم كامل لتقديم يد المساعدة والأدوية كلها متوفرة. احنا عم نشتغل بمكان بعيد عن خارج قسم العمليات. هاي ناحية، الناحية الثانية هذا one day احيانا one day patient، يعني هذا عم يجي من بيته احيانا ما عم ينفحص، عنده أمراض بجوز هو ما بيعرفها الطفل أو أهله، وبالتالي نتفاجأ تحت التخدير إنه صار عندنا المشكلة وأحيانا صار في الخيار وحوادث. شكرا. الشغلة الثالثة، إذا هذا جاي أحيانا هون اللغم اللي بيصير بنتفاجأ سواء كان صغير أو كبير، إنه جاي من بيته ولا عمره بيعرف إنه مريض قلب أو عنده مشكلة، تحت التخدير بينكشف بصير تصفيق قلب قديم تاني بحوادث موصفية وفاة. عندنا الشغلة الثالثة اللي هي الجهل. نحن بنعتبر انه الطفل كأنه بالغ لكن بحجم صغير، يعني جرعات الأدوية تصير مثل مشايلة، انه اعطيه شوي لا تكثر له كذا. هذا غلط. في فارماكولوجيا للأدوية عند الطفل معروف، كل دواء بأي عمر بينعطى، شكله الصيدلاني، يعني هل هو اي في ولا اي ام ولا عبر المستقيم ولا عبر الأنف، كمان شيء مهم. الشغلة الرابعة اللي بدنا نقولها الجهل عن حتى التكنيشنز، يعني المساعدين، انهم يعملوا انعاش القلب الرئوي عند الطفل سواء الدعم الاساسي للحياة او الدعم المتقدم. طبعا مثل ما كنتم شايفين الطفل هو مسار اهتمام مو بس الاسرة، المجتمع وقيمته كبيرة، الطفل ليحظى بكل الاهتمام والرعاية. طيب إذا نحن هاي التشالنجز كلياتها حسب هالعمر وحالته الصحية، وأكيد رح يجي خايف على جو مشفى بيشوف اللباس الأخضر والكبر، يعني رب نفسي بحد ذاته. نحن لازم نعرف الأدوية اللي بدنا نستخدمها لأنه انتبهوا، الأدوية اللي بنستخدمها بالسيديشن البعض منها مخصص للسيديشن، ما بنستخدمها بالتخدير العام. هلا رح نشوف شو هم. طيب الغاية إذا نحن في تعبيرين بس بدي تميزوا بيناتهم، بين السيديشن والأنالجيزيا. السيديشن أو التركين هو عبارة أن يطلع المريض من حالة القلق والتوتر والخوف، قد يؤدي أني أعطيه أدخله بحالة من الوسن أو أحياناً ينام نوم خفيف، لكن ما يرقي حالة من النساوي بأحداث ما حول الإجراء اللي بده يصير عنده. التسكين أنا اشتغلت على ريسبتورز مستقبلات ألمية، حالي تختلف، السيديشن عن الأنالجيزيا يختلف. لازم اني اطلع بالسيديشن هالرحلة وصله الى حالة انه ما يحس بكل ما يجري حوله نايم، ويرجع الى وضعه الطبيعي اللي هو اليقظة والاستجابة الى كل الأوامر والتنبيهات. والأهمية الكبيرة وين دور التخدير، الحفاظ على الوظيفة القلبية الرئوية والتنفسية. دائما طبعا المفروض، النقطة الأولى، المفروض دائما لما كنا أو لما بده يتوفر عدد مناسب نشتغل شغل أكاديمي صح، أي طفل بده يجي يعمل إجراء تشخيصي بده يخضع لاستشارة تخديرية، مثل فحص أي مريض، مثل أي قصة عن تاريخه المرضي والدوائي والجراحي، تقييم الأذى اللي هو معروف لكم اللي بيقيم الحالة الفيزيائية، وبدي أختار، بدي أشوف العمل الإجراء هل هو
لأنه مدته بتعرفوا الـ MRI أحياناً عم يعطي مساوى 40 دقيقة. فهل يا ترى بدي أخضع لسيديشن تمرين خفيف ولا بدي أدخله بحالة من الجنرال أنستيزيا؟ كمان شخصية الطفل إلى دور وتعامله، يعني مو معقول أنا طفل صغير بتقول بيمشي الحال على شوية تركيب، لا هذا بده يتحرك وبده يخرج، كل الإجراء التشخيصي بصير مشكلة. طيب شو هي الاستطبابات؟ الاستطبابات طبعا ايضا احنا بنلجأ للسيديشن، في عنا اجراءات استقصائيه بالاشعه مؤلمه طبعا للطفل، احيانا ممكن تكون مؤلمه وممكن تكون غير مؤلمه. غير مؤلمه اللي بدنا نعمله مثلا الايكو او الاطفال اللي بياخذوا المعالجه الشعاعيه، الام ار اي غير مؤلم، السيتي سكان، الاي اي جي، بس لازم نهديه للطفل عشان ما يحرك راسه. اجراءات مؤلمه لما بدي رد خلع او رد كسر، هي المنعملات كلها بتتطلب انه نركب هالطفل، ولما بدنا نعمل قسطره قلبيه كمان هذا بدي اخدر الطفل، والاجراءات الاسنان خلع الاضراس او اجراءات التصحيحات هذه كمان كلها بدها السيديشن بالاضافه الى التداخلات الشعاعيه. طبعا في عندنا بعض الاطفال اللي عندهم اي شيء، في توصيات طبعا هي توصيات منظمه الصحه العالميه، اي واحد عنده مشكله من هدول لا شود نوت بي سيديتد، اللي عنده مشكله مثلا توقف النفس اثناء النوم، او عنده مشكله بالقلب، قصور قلب، قصور تنفسي، امراض عصبيه عضليه الى اخره، عنده قصه تحسس عن الماده الدوائيه اللي بدي اعطيه اياها، او عنده تشوهات بالايروي مثل مثلا عنده ضخامه، كمان ضخامه باللوزان هي بتسد لي الايروي، هذا السيديشن تركيب ما بينفع، بدي الجا الى الاعمق اللي هو بدي احمي الطريق الهوائي، بدي اتبع جي اي جنرال انستيزيا. في عندنا محاذير، هون توصيات كلها، محاذير لازم اخذها لما بدي اعمل السيديشن عند اطفال عندهم احد هالامراض هي. واحد عنده قصور بالقلب، بدي راعي شو الادويه اللي بدي اخذها، شو الجرعه، قصور تنفسي، قصور كبدي، واحد عنده قدس معدي مريض، بدي انتبه للاسبيريشن او يعني الاستنشاق اللي هو معروف بخطورته. طبعا في عندي بعض الادويه اذا الطفل عم ياخذها هي بتطول من تاثير الادويه اللي انا عم اعطيها، يعني مثلا اذا عم ياخذ المكرولين انتيبيوتيك مثل اريثروميسين، هذا بيعزز الفعل تبع الميدازولام، الميدازولام اللي بدي اعطيه اياه كتركيب، فبيطول كثير وبيقول طيب ليش ما عم يصحصح؟ اذا عم ياخذ اريثروميسين هذا بيطول التاثير لهالادويه. طب نحن بزيارته للطفل اكيد بدنا نقيم الطريق الهوائي، نشوف قد ايه مدى فتحه الفم، هل هي صعبة، الحبال الصوتية ظاهرة، الفحص العادي هو القلبي والتنفسي، إذا عنده إنتان الطرق التنفسي بتعرفوا هذا ضد استطوار مشان عملية التخدير العادي. طيب بالنسبة إلى الصيام، تعليمات الصيام كتير مهمة، السوائل الصافية ساعتين، يعني حتى شاي، مي، زهورات، هي كلها سوائل رائقة، أما العصير اللي فيه الطفل هذا لا بنعتبره مانو من السوائل الصافية. حليب الأم 4 ساعات، الأطفال حليب الأطفال البودرة أو الحليب البطني أو أشبه خفيفة لازم نتأكد من إنه 6 ساعات تماما معيو هالوجبتين. الأدوات طبعا نحن صار بنركز في بعض مراكز تشخيص الشعاعي المستقلة مثل كلينيك، يعني موسعة بس تعمل إجراءات تشخيص شعاعي. هي إذا كانت مستقلة كبرايفت سيكتور، أو إذا ضمن المشاريع ما بتنعطى ترخيص إذا ما توفر فيها مشاريع. لازم يكون في جهاز تخدير مجهز ليعمل أحيانا جي إيه، يعني جنرال أنستيزيا، أدوات تكبير الطريق الهوائي، أدوات أدوية الإنعاش من مقبلات الأوعية وأدوية الإنعاش بتاعته الأتروبين، الأدرينالين، موسع، البول،
مخدرات الأوبيوية، معالجات اضطراب نظم القلب، قساطر الوريدية، السيرومات. طبعا إذا بتلاحظوا هالكلمة هاي سخنة، هاي الأحرف الأولى الاس سكشن للمهتزات، او اكسجين لازم يكون وسائل تزويد الاكسجين موجوده، الايروي وسائل تدبير الايروي، تنابيب الصعبه، المنظار اللي له كل المصلات، البوشي، شو التدابير اذا كان التنبيب صعب، كلها لازم تكون موجوده بعلمي. البي اللي هي الفال يعني الادويه الموجوده فارماسي لكل الادويه الاساسيه، المونيتور اقل شيء يكون عندي الفالس اوكسيمتري اقل شيء. طبعا مطلوب شيء ثاني، نعم نون انفيزيف بلاد بريشر، كم الضغط، والكابنوجرام كمان مطلوب عندي. الاي الاكوايمنت بحال صار عندي توقف قلب لازم يكون عندي الشنطه الجاهزه للانعاش القلب الرئوي اللي فيها مزيل الرجفان، اي شنطه تكون معدي كان هاي باي مركز عشان يكون مركز يتسمى مركز تصوير. كما أننا شايفين منحط الفالس أوكسيمتري ممكن على القدم. اللي بيهم النقطة هي إنه نحن نميز ما بين الطيف، في عندي طيف اسمه الطيف السيديشن اللي هو بيجي ما بين حالة الوعي وينتهي بحالة اللاوعي، بمر فيها أنا من حل القلق، ممكن المريض إنه وعيان لكن حاسس حاله نعسان، بيستجيب للتنبيهات الصوتية، بدخل شوي بعمق بركب زيد الدوز أكثر، دخلنا بالبروسيجرال سيديشن، هون بيتنفس بيرتكس للتنبيه، ممكن شوي بدي علقت حتى يسمعني ويستجيب للتنبيهات، عمقنا أكثر دخلت بالديب سيديشن اللي هو قريب صار من الجنرال أنستيزيا. طيب بالنسبة إلى التركيز، إذا بتراكيزه الخفيفة والتركيز بتراكيزه المتوسطة، لاحظوا بأنه يستجيب للمنبه الصوتي، كل ما رحنا نحو العمق صار بدي أقوي المنبه أكثر. طريق الهوائي هون أنا بأمان، هون لما بدي أدخل بالديب سيديشن ما بقى عم يجاوب معي، بدي انتبه إلى أنه بدي أدعم الإيروي لأنه لسان بيرجع لوراء أو أنه أحيانا بدي نبه. التهوية العفوية هون بالمرحلة الأولى والثانية كافية، هون بالثالثة التركيب العميق بدي انتبه بدي أدعمه بالتهوية. الوظيفة القلبية هون بقى لما بندخل بالعمق أكثر ممكن يصير عندي تصبيب القلبي. هاي الصورة يمكن بتشرح، ممكن يفوت الطفل بهيك حالة من إنه شوي نعس، حاسس بالنعس، دخلنا بخلص صار عنده للنوم بده ينام، ديب سيديشن نايم عم يتنفس لكن بده دعم للطريق الهوائي مثل ما نكون شايفين رفع الخدة، يعني نحن رافعين الراس تماما. بعدها دخلنا بالمرحلة التخدير العميق. مين اللي لازم، مين هو المؤهل اللي بده يعمل هالعملية؟ ممكن تكنيشن، ممرض أو فني تخدير، نعم ممكن، لكن شو بده يكون على علم بالأدوية وعلى علم بتدبير الطريق الهوائي، وبده يعرف يعمل البيزك لايف سبورت والأدفانس لايف سبورت لحال توقف القلب عنده. بالحالات المعقدة لما بدي ألجأ أنا، لما بدي ألجأ إلى الديب سيديشن وتخدير عام، ضروري يكون طبيب التخدير الأخصائي موجود. طيب شو هي الصيدلية الموجودة أنا؟ ما رح أدخلكم فيها، كتير أدوية واسعة، منها هي مشتركة بين السيديشن وما بين الجي اي، ومنها اللي ما نشوفها غير بس السيديشن، البروبوفول البنزودياسبينات على رأس الميدازولام، وهو دواء رائع بأشكاله. ليش؟ لأنه عنده تعدد بطرق الأنفاق، عبر الأنف، عبر المستقيم، عبر الوريد تماما، يعني كتير دواء رائع. الباربيتورات يعني ما بشوف صار غير بالميتوميكسيفان، هي أحيانا لما بدنا نستخدمه أكثر لما بالمعالجة اللي بنقرب فيها نظم الكهرباء، الإيتوميداد، البريزيدكس كمان، الكلورال هيدرات. هلا الكلورال هيدرات في خلاف بين المدرسة الفرنسية، بذكر لكم إياه في مرجع دواء اسمه فيدال هيك كان، ساحبينه من الأسواق بسبب شغلتين، تأثيره المنتجين كانسروجين. المدرسة الأمريكية قالت لا اتس اوكي،
فدائما بدكم تكونوا على مواكبة تعرفوا شو التأثيرات الجانبية للدواء. السيبوفلوران طبعا نحن تخديرنا ممكن يكون مو بس على القطالب، ممكن يكون انشاقي مخدرات انشاقية كشبه النايتروس اوكسايد اللي هو انكسار بعيادات اطباء الاسنان البعض اللي الانترونوكس، وممكن انه يصير عبر قناع بيطبق على مثل هوك خفاق على الانف بيستنشقوا. طبعا نحن بده يكون في عندنا مضادات استطباق للنايتروس اوكسايد بتاعته وبيفوت على الاجواف المغلقه بيمددها، وبالتالي لما بيكون في عندي مشكله بالامعاء الدقيقه بالامعاء انسداد فيها او عندي انكسار على الرئه هي اكيد مضاد استطباق. الادويه ممكن انه ينعطى الشراب للطفل، نعم ميدازولام الاتراكس لاكسو ممكن انه ينعطى بهالشكل هالشراب قبل كتحضير قبل العمل الجراحي قبل الاجراء التشخيصي ويفوت بشكل عادي تماما. ممكن عبر الانف هذا الميدازولام عم نعطيه نحن عبر الانف بيتشرب عبر مخاطيك الانف وبيعطي تركيز جدا ممتاز. لازم بالنتيجه نطلع بها المسج انه ما نعمل هي سهلين، هي صحيح تاخذ نص ساعه اجراء احيانا بالام ار اي بتعرفوا الكبير احيانا عنده ذهاب من الاماكن المغلقه فبيتطلب انه حتى نخدره للغايه. الطفل له خصوصيته بالفارماكولوجيا نعرفها صح، نعرف ندبر طريقه وعي، نعرف ننعش القلب ونعمل الدعم الحياتي ودون ما تتوفر الادوات اللازمه لنغامر ونعمل الاجراء. شكركم كثير ان شاء الله. Thank you.